كمواطن إماراتي في المقام الأول وكعضو في مجلس أمناء هذه الجائزة، يعني أشعر بفخر كبير أن نحن اليوم نأتي إلى اللحظة الحاسمة للدور الثاني لجائزة الشخافات من رياضة المرأة العربية اللي راح فيها نتوج الفائزين على المستوى الفائزات على المستوى الفردي والجماعي من مؤسسات تخدم الرياضة. وأنا أعتقد أن يعني الجائزة وجدت لتبقى ولتستمر إن شاء الله قوية، ووجدت لأن مثل ما يعني قلت سابقا هناك كان في الوطن العربي فراغ فيما يخص تكريم البطلات والرياضيات، ووجدت هذه الجائزة أعتقد وكانت في جاءت في وقتها وفي محلها الصحيح. الجائزة تطورت تطور كبير عبر السنتين الماضيتين من حيث الأعداد والإحصائيات، وممكن تتراجعون كل الأرقام وتقارنونها بتشوفون النجاح الكبير اللي تم في الدورة الثانية من خلال تطوير العمل، من خلال فرق العمل اللي استحدثت، وكل صراحة قام بواجبه يعني بمنتهى الإجادة. هذا التكريم يأتي يعني ليس غريبا على دولة الإمارات التي تتبنى دائما المواهب وبناء الكفاءات ودعم الشباب العربي أينما كانوا. بالنسبة لدعم أدرك لهذا التكريم لهذه الجائزة، هذا جزء من واجبها وتجاه المجتمع ومسؤوليتها المجتمعية، ونحن حريصين دائما على أن نكون متواجدين في الفعاليات سواء كانت الرياضية أو المجتمعية أو الثقافية. في ناس كثيرة جدا بيساعدوا المرأة الرياضية، ودي يعني جائزة هدفها الأول والأخير تنمية رياضة المرأة في الوطن العربي كله مش بس في الإمارات. فبقول للمرأة الرياضية أو المرأة اللي بتحب تشارك في الرياضة بأي صورة سواء إدارة سواء إعلام إنها تحدد أهدافها وتسعى ليها وتطلب الدعم من الناس اللي مسؤولين عليها. حياكم الله من جديد مشاهدينا. أقامت أمس اللجنة المنظمة لجائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة حفلا في 7 PM أمس بمسرح قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي للإعلان والتكريم عن الفائزات بفئات جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة الرياضية في دورتها الثانية تحت شعار رياضة المرأة حلم تحقق. إن شاء الله دائما يكون حلم يتحقق. للحديث أكثر عن هذه الجائزة المرموقة يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف اليوم معالي علي سالم عبيد الكعبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، نائب رئيس لجنة أمناء الجائزة. صباحك الله بالخير منصور. صباح النور يا مرحبا وسهلا. نورنا في صباح الدار. الله حييك يا مرحبا. وأيضا يسعدنا أن نستضيف اليوم رياضية كتبت اسم الإمارات في المحافل العالمية، سافرت إلى أقاصي الدنيا لتؤكد للجميع أن لا مستحيل إذا تحلى الإنسان بالإيمان بالله وبنفسه وببلاده. معانا سهام الرشيدي البطلة الإماراتية والأولمبية في رياضة رمي القرص. صباحك الله بالخير. صباحك الله بالنور. منورينا ضيوفنا الكرام. مرحبا. وبالأكس بالأمس أكيد كان الحفل جدا جميل ومهيب. بمنصور، يعني الجائزة جائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة الرياضية هي أول جائزة عربية موجهة للمرأة الرياضية، إن لم نقل أنها هي دولية. نعم. تكريم المرأة برأيك من أين تنبع أهمية تلك الجائزة؟ أول شيء سمحوا لي في البداية أن أهني سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله على إقامة حفل تكريم الفائزات بجائزة المرأة الرياضية في الدورة الثانية، كما هني الفائزات والفائزين من المؤسسات والاتحادات، وأتمنى لهم جميعا مسيرة حافلة بالنجاح والتميز. أما بالنسبة للجائزة فإن أهميتها تنبع من هدفها السامي وهو دعم المرأة الرياضية العربية في مختلف المجالات. فسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله أرادت أن تكون داعمة للمرأة التي استطاعت أن تثبت وجودها في الساحة الدولية، وعلينا أن نكون فخورين كعرب لأن المرأة الرياضية العربية احتلت مراكز متقدمة في الملاعب
وفي الأعلام وغيرها من المجالات المرتبطة بالرياضة. طبعا ومنهم من متواجدين معانا اليوم في صباح الدار يعني سهام الرشيدي. سهام في البداية نقول لك مبروك ونبغى نعرف شعورك يوم عرفتي انك انت فائزة في هذه الجائزة. الله يبارك فيك. طبعا انا في البداية الدورة الأولى طبعا ما كان لي نصيب اني اقدم، فكنت مشغولة، كان عندنا بطولات خارجية ومحلية. نعم. فالدورة الثانية فحاولت أني أقدم، لأن صراحة جائزة غالية علي، وطبعا من الشيخة فاطمة بنت مبارك يعني، ودورها في تشجيع رياضة المرأة يعني، وهاي بروحها يعني بالنسبة لنا فخر يعني. نعم. فالحمد لله قدمت أوراقي للجائزة، فكان شوية ما كنت حاطة أمل لأن العدد كان كبير، فعلى مستوى العربي طبعا، فالواحد ما يعرف منو اللي يعني، ما قالوا لنا منو اللي راح يقدم يعني من المشتركات يعني. نعم. الثانيات. فالحمد لله فياني اتصال، طبعا كان يوم السبت، خولة اتصلت فيني قالت سهام فزتي ويانا في الجائزة فئة الرياضية المتميزة ذات الإعاقة. فمن الفرحة ما عرفت شو اسوي صراحة يعني، جائزة غالية علي، وطبعا هذا يخليني انه يكون عندي يعني هذا بالنسبة لي دافع كبير. نعم. وطبعا هذا حمل كبير، اني هاي جائزة كبيرة وفيها مسؤولية كبيرة يعني. أكيد. فلازم اني اشد حيلي، فما اوقف لين هالمطاف. أكيد. لا بالعكس، اني احاول اني اوصل للأولمبية. انت تحملتي مسؤولية اكثر بفوز. اكيد مسؤولية كبيرة هذه. وانتي قدها ان شاء الله. ان شاء الله القادم افضل، يمكن السهام تطمح ان هي تكون بعد تخلق لها بصمه في اولمبياد 2016، وبنتكلم عنها بعد شوي. لكن بمنصور يعني شفت ان لحظات التكريم بالنسبه للفائزين والفائزات يعني ما يضاهيها شيء. صحيح. على اي مستوى، ماذا تعنيه لكم هذه الفرحه وهذا التواجد وهذا يعني التنوع في الفائزات من الدول العربيه المختلفه كلجنه عليا للجائزة؟ اولا الله يطول عمرك، نحن نرجع شوي منذ قيام الاتحاد. نعم. ودولة الامارات العربية المتحدة تتجه نحو بناء دولة مستقرة، دولة تهتم بالانسان وبحياة الانسان، ومع توالي السنوات استطاعت ان تكون احدى اهم الدول المتطورة. والى جانب التطور الذي حققته قامت بامر مهم، هو استقطاب الخبرات والعقول، وكذلك تكريم المبدعين محليا وعربيا وعالميا. فدولة الإمارات بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تسير على النهج الذي وضعه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، وهو الذي كرم العلماء والمبدعين والمتميزين. وبالتالي فإن جائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة الرياضية تأتي لتؤكد الاستمرار على هذا النهج، على هذا الطريق نفسه. سهام، لو نعرف الناس على مشوارك والبطولات اللي شاركت فيها وأيضا الإنجازات اللي حصلتيها وتخصصك في ألعاب القوى. طبعا أول شيء بداياتي طبعا كنت أحب لعبة رياضة ألعاب القوة، طبعا قبلها كانت رياضة للأسوياء، فالحمد لله الحين صارت موجودة هالرياضة للمعاقين. فالحمد لله طبعا بداياتي كانت طبعا أول بطولة كانت بأولمبياد بكين. فالحمد لله طبعا هني ما شارك، فكنت بعدي يعني في مشواري الرياضي. فالحمد لله فكان بعدها أولمبياد لندن، فحاولت أني أزيد من مهاراتي من إمكانياتي. فالحمد لله ويا نادي دبي فشاركت في بطولات محلية خارجية، فكان الوقت قصير أني أتأهل للأولمبياد. فالحمد لله ويا التمارين والإصرار اللي كان فيني حققت الرقم التأهيلي اللي أهلني حق لندن، والحمد لله شاركت في الأولمبياد. فكانت هذه أول مشاركة لي في أولمبياد لندن 2012، فكان بالنسبة لي هم بعد إنجاز أني حققت المركز السابع مستوى العالم. نعم. يعني بين بطلات العالم، فكان هذا لي إنجاز كبير. وطبعا شاركت في بطولات آسيوية منها في الصين
حصلت على ميدالية فضلية في القرص، وآخر بطولة كانت لنا في أسياد كوريا الجنوبية فحققت برونزية في الرمح، فالحمد لله. يعني إنجازات كثيرة وإنجازات حلوة، شو طموحك للأولمبياد القادم 2016؟ أنت ذكرتي أن أنت تتمنين أن في الأولمبياد راح تشدين حيلك 2016 وتحققين شيء. طبعا حاليا عندنا شهر 10 بتكون بطولة العالم في قطر، فإن شاء الله بعد ما سلمت الجائزة طبعا زاد علي المسؤولية. نعم. فإن شاء الله توفيق من رب العالمين، إن شاء الله تكون بطولة العالم نحرص فيها ميدالية للإمارات. نعم. وإن شاء الله بعدها يكون أكثر تركيزي حق أولمبياد إن شاء الله البرازيل. إن شاء الله توفقين بإذن الله ونفرح بجدوم. آمين. مثلك مثل كل خواتك المتميزين في دولة الإمارات والمرأة العربية أيضا. أكيد. أبو منصور، يعني ما الذي تتمناه يعني معاليكم لهذه الجائزة؟ أول شيء نتمنى أن تكون هذه الجائزة حاضرة بقوة في الساحة الرياضية، وأن تصل إلى العالم أجمع وليس فقط إلى الدول العربية. فالجائزة وجدت لدعم الرياضة بشكل عام. نعم. ورياضة المرأة بشكل خاص. أريد لهذه الجائزة أن تسير بخطة ثابتة من النجاح، وأن تحقق الاستدامة التي تقوم عليها رؤية الرسالة أسرا. وأريد دوما أن أشكر أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله، لأنها بالفعل تعمل من أجل إسعاد الناس، وهو نهج قيادتنا الرشيدة ودولتنا السباقة في تكريم المبدعين من أي بلد كانوا. والشكر موصول أيضا للشيخة فاطمة بنت هزاع آل نهيان رئيسة اللجنة العليا للجائزة على دعمها اللامحدود للجنة اللجنة والجائزة أيضا. الله يحفظها لنا يا رب. آمين. آمين. سهام، شو نصيحتك للمرأة العربية الممارسة للرياضة؟ طبعا يعني بتكلم في نقطة، يعني جائزة الشيخة فاطمة فيخلي صراع ما بين الفتيات الرياضيات. طبعا كل واحد يحاول انه يكون يعني يتميز متميز. نعم. عشان يحظى بهذه الجائزة الغالية. طبعا هذا التشجيع لهم، وطبعا عندي خواتي وصديقاتي في النادي نفس الشيء، فدوم اقول لهم يعني شدوا حيلكم، فكثر ما زادت انجازاتك فراح تحصل على هاي الجائزة. نعم. طيب سهام، في نظرك شو أهم المفردات يعني عشان الرياضية تتفوق رياضيا وتكون موجودة على منصات التتويج، وإن هي لا تكون فقط في النطاق المحلي، لا تطلع على العربي، تطلع على الإقليمي، وتطلع إلى النطاق الدولي؟ شو يعني شو يقول خلطة التميز، خلطة التفوق؟ طبعا هو يعتمد على التمرينات. التمرينات طبعا دائما مهمة، والمشاركات أهم شيء، هي المشاركات إن كانت خارجية أو محلية أو دولية. فكل ما زاد كل ما زادت اللاعبة عندها مشاركات ومنافسات وتتنافس مع اللاعبات اللي موجودات وياها في نفس المجال، فكل ما يزيد عندها الخبرة، فهذا يعطيها توسع كبير في مجال الرياضة، وإنها تنافس وتعرف شو المستوى اللي هي تنافس عليه. طيب نريد من معاليك يعني أن توجه كلمة لكل المعنيين بتلك الجائزة. أول شيء لا يسعني إلا أن أقول لهم دمتم أنتم محل اهتمام الجائزة، وأنتم قوة دافعة لسواكم في مجتمعنا العربي، منكم يستعد جيل الشباب العزيمة، وأنتم بنجاحكم وتميزكم تمثلون قدوة لغيركم ممن لم يتقدموا بعد للجائزة. وأتمنى حقا أن لا يتوانى أي أحد متميز من الترشيح للجائزة، جائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك المرأة الرياضية. وأدام الله أم الإمارات صاحبة المبادرات الخيرة دائما. أكيد. نعم، كل التوفيق إن شاء الله. سهام، يعني شاركتي في بطولة آسيا بغوانزو في الصين عام 2008، وأولمبياد لندن 2012-2013 في هولندا أيضا. وين بنشوف اسم سهام إن شاء الله في الفترة القادمة؟ إن شاء الله تكون في الأولمبياد إن شاء الله.
فيكون المرأة الرياضية إنها مو بس إنها تكون مجالها في المجال المحلي ولا الخليجي ولا الدولي، لا، راح تكون الفتاة الإماراتية إن شاء الله في الأولمبيات إن شاء الله اسمها يكون بارز بإذن الله إن شاء الله. يعني نحن نقول مرة أخرى أبو منصور مبروك لكل الفائزات، والله يحفظ لنا أم الإمارات وأم العرب أمنا سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وسعيدين اليوم بهذه اللحظات اللي يتم فيها تتويج يعني المرأة الرياضية الإماراتية. وأنت طبعا غلبتينا أنت البارحة كنت موجودة وشفتي كل شيء قدام عينك، أنت كنت حريفة الحفل. والله كان صباح الدار كل فريق صباح الدار متواجد في الحفل. أنا ما أنت الفرصة أني أكون موجود. لا تعب عليك، مخصوم عليك 50 درهم. يلا انا خاصم علي 38 خاصم علي 50. بمنصور نحن في الختام نشكر يعني مشاهدينا معالي سالم عبيد الكعبي رئيس مجلس امناء مؤسسه التنميه الاسريه نائب رئيس لجنه امناء الجائزه والبطله ايضا الاولمبيه في رياضه رمي القرص سهام الرشيدي. نحن نشكركم ونتمنى دائما أن نتوفق ونقدم لدولتنا ما هو افضل ان شاء الله. امين دائما ان شاء الله اكيد، وسهام منها الاعلى ان شاء الله، وان شاء الله نستضيفك في السنوات القادمة بعد تحقيق الإنجازات اللي أنت تطمحين لها إن شاء الله. إن شاء الله كل التوفيق لكم إن شاء الله. مشاهدين نحن بنطلع فاصل ونلتقي معاكم بعد فترة وجيزة ونستكمل فقرات جديدة. تريونا.